طيب هنطلع نشوف ايضا لقاءات مع الاستاذ او المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي، والمهندس طارق جابر المدير التنفيذي للشركه المصريه للمقاولات، والاستاذ احمد النحاس مدير مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. نطلع نشوف هذه اللقاءات، وبعد هذه اللقاءات فاصل، وبعد الفاصل عندي كلام مهم جدا 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 يخص بدر بنون تحديدا بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، بنرحب بيكم وبنبارك لمجلس الاداره والاعضاء الكرام اعضاء وجماهير النادي الاهلي على الانجاز الكبير ده. الحقيقه الشركه المصريه وشركه ابناء سينا شركتين من الشركات الوطنيه في مجال المقاولات والانشاءات، وهما الاثنين تضافر جهودهم مع بعض من اجل يعني الخروج بالمنظر المشرف اللي احنا شايفينه ده، وباذن الله ده يبقى باكور التعاون مستمر وقادم في كل مشاريع وبرنامج مجلس إدارة النادي الأهلي لخدمة الأعضاء وخدمة الجمهور إن شاء الله. كل أسبوع تقريبا كابتن خطيب كان بيمر وبيتابع يعني ساعة بساعة وأول بأول، وكل المعوقات وكل المشاكل الحمد لله قدرنا نتغلب عليها مع بعض بتضافر وتعاون كل الجهود، وطبعا بتفاهم الكابتن الخطيب ودعمه لفريق التنفيذ. هو الحقيقة الباركينج هنا اتعمل بمعايير احدث المعايير في الجراجات اللي احنا بنشوفها في المولات الكبيره وفي المشروعات الكبرى، فعلا متاخد اعتبار لكل الكبار السن الشباب الصغيرين، في رمبات موجوده علشان الناس تقدر تركن في مكان امن وقريب من وصولهم لداخل النادي، ويقدر يوصل بعد ما يركن عربيته يقدر يوصل ويدخل للنادي ويمارس اي نشاط بيمارسه في النادي، او يقعد يبسط ويقضي يومه بلا اي معاناه. الفتره اللي فاتت الحقيقه كان في مشاريع كتيره حوالين مقر النادي الاهلي هنا، خلت موضوع الجراج ده بقى حيوي وضروري، لان الباركنج بره في الشوارع المحيطه كلها ما بقاش متاح. الحقيقه مجلس الاداره اولويه اولى عنده يعمل يبحث عن راحه وخدمه الاعضاء، الساده الاعضاء، متفهم جدا لطبيعه الاعمال وطبيعه المشروع، اي مشاكل او معوقات كانت بتقابلنا كان بيقدر يتفهم الموقف، وكان دايما بيبص معانا على الحلول، وده ساعدنا جدا ان احنا نقدر في الاخر نخرج بالمشروع بالشكل المشرف ده لينا جميعا الحمد لله. يشرفنا جدا طبعا نتعاون مع النادي الاهلي، اسم كبير ومشاريعه وطموحاته ضخمه جدا لخدمه الاعضاء، ويعني من اكبر المؤسسات الرياضيه في مصر يعني وفي الشرق الاوسط، فباذن الله ده يبقى باكور التعاون في مجال الكونستراكشن في مشاريع كتيره جايه باذن الله. مشكلة الناس هنا من يوم ما تم الافتتاح لغاية النهاردة 28 سنة نفسهم في الجراج ده. النهاردة قطر إنجازات النادي الأهلي مستمر وبيسير بسرعة وبيعمل إنجازاته واحد ورا التاني، ما بنقفش عند إخفاقات. يعني إحنا النهاردة زي ما بقول كده دايما، إحنا خسرنا الدوري من كام يوم كان قبليها فيه إنجازات قد كده وما بنحتفلش بيها الحمد لله بسم الله ما شاء الله من كترتها وربنا يبارك، ولما حصل لنا إخفاق ما بنقفش نبكي عليه، بنعمل بكمل إنجازات، أربع صفقات أي نادي يتمنى واحدة منها. النهاردة افتتاح الجراج، النادي الاهلي عنده قطر انجازات فعلا ماشي على طول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. جوه النادي الاهلي اسم النادي الاهلي هو اللي بينجح، لما دايما بنقول مين الناجح، الناجح النادي الاهلي. لما بنعمل جراج النادي الاهلي عمل جراج، ما حدش عمل الجراج غير النادي الاهلي. في الاخر في اداره ناجحه وكلها ناس مخلصه وبتشتغل، وكل بقى القيادات اللي موجوده تحت الاداره من اداره تنفيذيه من لجان من نشاط رياضي من اي حاجه، في الاخر كل الناس هدفها نجاح النادي الاهلي، ما حدش عايز يقف يقول انا عملت. في الاخر الواحد بيعمل حاجه وتعلم اتعلمنا نعمل الحاجه ونرجع نقف ورا، والنادي الاهلي هو اللي بياخد الكريدت بتاع الحاجه اللي اتعملت. يعني في الاخر احنا عملنا الجراج الحمد لله اللي بقى لنا 28 سنه نفسنا فيه، مبروك لاعضاء النادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي. وان شاء الله دلوقتي العربيات هتبتدي تدخل الجراج والازمه تتحل، ومشكله كبيره كانت في انتظار الحل ان شاء الله اتحلت بدعم مؤسسات الدوله زي ما الكابتن قال، من اول قياده الدوله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لغايه كل الوزارات والشركات اللي بتشتغل في المشروعات الكبيره. انت عارف طبعا ان الموضوع احنا كرؤساء لجان او انا كرئيس لجنه عليا، في الناس في الاخر ما بتصدق لما عندها مشكله تيجي تسال حد، فاحنا الجراج ده بالذات من الحاجات اللي بقى لنا فتره طويله قوي الناس يعني خلاص بقى يا جماعه امتى يا جماعه امتى. على فكره انا النهارده وقفت بره النادي حوالي ربع ساعه ودخلت الايفنت متاخر شويه لاني مش عارف اركن. فالنهارده انت بتحل مشكله اللي حاسس بيها هو عضو النادي الاهلي. نبض الاعضاء كان باين، الناس كانت مستنيه الجراج، فرحه الناس بره في الجنينه النهارده وانا داخل بالجراج هيشتغل يا جماعه
هتبتدوا امتى، يا جماعه هتبتدوا امتى. الناس فرحانه جدا طبعا. الـ 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 الانجاز ده مش هينفع نعديه من غير ما نشكر الاداره الهندسيه بقياده المهندس سامح علي كامل. طبعا دوره ما حدش هيقدر ينكره. احنا في الثلاث سنين ونص اللي فاتوا دول حجم الانجاز والانشائي اللي اتعمل في النادي الاهلي ما حصلش في اكتر من 10 15 سنه فاتوا يعني. مبروك علينا كلنا، حدث جميل، حدث محترم، انجاز انا بعتبره من الانجازات التاريخيه لكابتن مجالس ادارات النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. زي ما حضرتك شايفه برجال الدوله المصريه متواجدين بمجلس الاداره، اعضاء مجلس الاداره المحترمين، الاداره التنفيذيه بالكامل واقفه، الاداره الهندسيه. يمكن الحمد لله بنعيش يوم جميل من ايام النادي الاهلي. يمكن كابتن محمود الخطيب النهارده في كلمته اشار ان التوقيت اللي خد فيه جراج اكتر من 20 سنه. لو ابتدينا القصة من أولها، تحديات قابلت مجالس إدارات النادي الأهلي، الحمد لله الحمد لله بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول، واجتهاد مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب، والقيادة السياسية والتطور اللي احنا بنشوفه على مستوى البنية التحتية المصرية، يمكن دي ظروف ساعدت بشكل كبير جدا إن احنا نوصل في تحقيق حلم كان حلم لأعضاء النادي الأهلي، حلم لمحبي النادي الأهلي، حلم لكل زائرين النادي الأهلي المرافقين للأعضاء، حلم للمؤسسة الرياضية المصرية بشكل عام إن يطبق فيها مكان انتظار للسيارات لأعضاء جامعة عمومية لنادي عريق زي النادي الأهلي بالحرفية دي وبالاهتمام ده بالإمكانيات دي. يمكن لو حضرتك بتصوري معنا، يمكن إحنا دلوقتي في آخر اليوم، الجراج وهو مضاء بأعلام النادي الأهلي، صرح بيفتخر بيه كل أعضاء النادي الأهلي، أعتقد بيفتخر بيه كل مواطن مصري محب للرياضة المصرية ولرفعة وطن. بنتكلم على وطن في ظل تحديات الدولة المصرية بالكامل بتقابلها، اهتمام من قيادة سياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن كان مرور على المنطقة بالكامل ومتابعة يومية من الجهات المعنية سواء على مستوى المحليات. معالي المحافظ سيادة اللواء خالد عبد العال كان شرفنا بوجوده معانا النهاردة، معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. أهم المشاريع، مش يعني لو قعدنا نعد مشاريع النادي الأهلي، الحمد لله كل يوم بنشوف حاجة جديدة وحاجة جميلة. النهاردة بيتحقق حلم جراج النادي الأهلي لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، ويكفي فرحة الناس بعد كلمة كابتن محمود الخطيب وفرحة الشخصيات الهامة اللي موجودة. فعلا الناس فرحانة من قلبها جدا، حدث جميل، مبروك لينا، مبروك للأعضاء بالكامل. بحب أشكر كل عامل وكل فرد وكل موظف ومدير في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر للتحديات اللي احنا قابلناها في الفترة اللي فاتت، تحديات كبيرة قوي يا سلا. يمكن احنا النهاردة بنشوف نهاية للمشروع بالشكل الجمالي ده. أول حاجة كابتن محمود الخطيب لما شرفنا في بداية اليوم وفي وجود الأستاذ الدكتور سعد الشلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي، كان توجيهات صريحة عقب الانتهاء مباشرة فتح الجراج لأبناء النادي الأهلي، لأعضاء النادي الأهلي، لزائرين النادي الأهلي، يسعدوا بيه، يفخروا بيه. الدولة المصرية زي ما بقول لحضرتك بتفخر بمنشأة زي دي، لأن أنا كمؤسسة رياضية أنا بخدم مش عضو النادي الأهلي بس، بخدم المواطن المصري، المواطن المصري المهتم بالرياضة بشكل عام. تواجده جوه صرح زي النادي الأهلي ده شيء مهم جدا لكل منتمي للرياضة المصرية. اعتقد ان احنا زي ما انت عارفه احنا النادي الاهلي بيجي لنا مباريات خارجيه مثلا، استضافه مباريات، يمكن النهارده هيجي لي اعضاء من انديه مختلفه على مستوى الانديه المصريه بحكم موقعي وسمعتي كنادي اهلي. فعلا استحقينا الكلمه اللي الكابتن اشار اليها ان احنا نادي التاريخ، مبادئ، تطوير، سلوجان فعلا يليق بالنادي الاهلي، يترجم تاريخ النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي والتطوير اللي احنا بنشوفه في النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا. لو تابعنا كلمه كابتن محمود الخطيب، الحمد لله برنامج عائله النادي الاهلي بنسبه 95% او 99% كمان لو ما كنتش ببالغ، تم الاكتمال وتم الانتهاء منه الحمد لله. ان شاء الله على طول مباشره كل المترددين على النادي الاهلي من حقهم يخشوا المكان ملك الاعضاء النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي. مبروك عليكي ومبروك علينا كلنا الحمد لله، مبروك ليكوا، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لقناه النادي الاهلي اللي انا بشكرها فعلا بنيابه عن زملائي بالكامل لتغطيه كل الاحداث المحترمه اللي تليق بالمنتمين لكيان زي كيان النادي الاهلي. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله، مشاريع كتيرة وأفكار كتيرة طول ما كلنا بنشتغل كجسد واحد وتيم عمل واحد.